السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. في هذا الفيديو إن شاء الله لدينا تلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LCD به مشكل، سوف أريكم الآن. التلفاز الآن في وضع ستاند باي، سأشغله. لاحظوا التلفاز يعني به الصوت وخلفية الإضاءة مشتعلة، ولكن يعني التلفاز بدون شاشة. لاحظوا كما ترون بأنها مشتعلة، ولكن التلفاز يعني بدون داتا، لا توجد صورة. الآن أصدقائي سوف أقوم بفتحه وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. إذا أصدقائي كما تلاحظون، هذا هو شكل التلفاز من الداخل. وفي مثل هذه الأعطال تكون يعني خلفية الإضاءة مشتعلة والتلفاز به صوت، أول شيء علينا فعله هو التوجه إلى التيكون. أول شيء نتفقده هو التيكون. ولقد لاحظت شيء، لاحظوا هنا هاد المكتفات، يعني هذا يدل على أن شخص آخر لقد اشتغل في هذا التلفاز. لاحظوا حتى هنا يعني مكتفة غير موجودة، المفروض أن تكون مكتفة هنا، والظاهر أنها وكأنها نزعت يعني بالقوة لأن أثرها ما زال متبقي هنا. لاحظوا. إذا أصدقائي، أول شيء علي فعلها الآن سوف أوصل التلفاز بالكهرباء وأقوم بقياس الفولتيات على التيكون. تابعوا معي. لما التيكون أصدقائي؟ لأن التيكون هو المسؤول الرئيسي عن الصورة، وهو متصل مع الشاشة يعني بشكل مباشر. كمثلا الشاشة هي عبارة عن لوحة، والتيكون هو الرسام. إذا سوف أقوم الآن بتوصيل التلفاز بالكهرباء، وأول شيء علي التأكد منه هو الفولتية التي تغذي التيكون، وتكون عبارة عن 12 فولت. إذا سوف أقوم بقياس هنا عبر هذا الفيوز هنا لنرى إن كانت موجودة 12 فولت. إذا كما تلاحظون هنا موجودة فقط 8 فولت، فقط 8 فولت. المفروض هنا أن تكون 12 فولت. إذا موجود هنا خلل، لأن هذا 8 فولت لا يمكن أن يشتغل بها التيكون، ولذلك كما رأيتم الشاشة يعني بدون بيانات. وكما تلاحظون هنا هذه المكتفات كما رأيتم في الأول. إذا أصدقائي، ما علي فعله الآن هو تتبع يعني معرفة مصدر هذا الـ 12 فولت. علينا معرفة من أين تأتي هذا الـ 12 فولت. فالآن سوف أقوم بتتبعها لكي أعرف هل الخلل من المصدر يعني من المزود لفولتية 12 فولت للتيكون، يعني المصدر هل به خلل، هل هو سبب المشكل، يعني سبب ضعف 12 فولت تحولت إلى 8 فولت، أو السبب في التيكون. المهم تابعوا معي أصدقائي. الآن سأطفئ التلفاز، سأحول الملتيمتر إلى الجرس. إذن سأضع الملتيمتر هنا، إذن سأبحث على النقطة المتصلة بهذا الفيوز. إذن كما تلاحظون هنا موجود اتصال. إذن هذا المكون الإلكتروني هنا هو المسؤول يعني عن تمرير 12 فولت إلى التيكون. سوف أريكم، ركزوا معي أصدقائي لكي يعني نفهم جميعا هذا المشكل.
أو هذا العطل. إذن كما تلاحظون هذا متصل مع هذا المكون. إذن الآن سوف أقوم بتوصيل التلفاز يعني بالكهرباء مجددا. بسم الله. ناخذ هنا إذا كما تلاحظون هنا الثمانية فولت هي التي يعني وجدناها على فيوز التيكون، وعندما قمت بالقياس يعني بالجرس فهنا يعني المهم هنا هذه الفولتية هي التي يعني هذا المكون هو المسؤول عن تمرير الفولتيات التيكون. هنا 8 فولت، سوف أقوم بقياس هنا، انظروا موجودة 12 فولت وهنا 8 فولت. المفروض هنا أصدقائي أن تكون 12 فولت، إذا موجود هنا خلل، هنا 12 فولت وهنا 8 فولت، بالتأكيد هنا موجود خلل أصدقائي. على ما أعتقد أن هذا المكون فهو مصفت، مصفت أصدقائي. سوف أبقي الآن التلفاز مشتعل وسوف أقوم بإزالة هذا الكابل، كابل الـ LVDS. أقوم بإزالته على هذا الشكل. سوف أقوم بالقياس هنا مجددا. كما تلاحظون 12 فولت، الآن 8 فولت أصبحت 12 فولت. سوف أقوم بتوصيل هذا الكابل هنا بحذر لأن التلفاز لاحظوا تتحول إلى 8 فولت. عندما أقوم بإزالته لاحظوا تحول إلى 12 فولت. سوف أقوم بتوصيله 8، إزالته 12 فولت. إذن هنا موجود خلل بالتأكيد أصدقائي كما قلت، المفروض هنا أن تكون 12 فولت. سوف أرى إن كانت أي سخونة هنا، يعني لا توجد سخونة. أكيد أصدقائي هنا موجود خلل أصدقائي، ربما هناك احتمالان أصدقائي اثنان، إما المشكل من التيكون هو الذي يسبب في سقوط هذا 12 فولت. سوف أرى إن كانت يعني افتكرت سوف نتفقد الحرارة، يعني لا توجد لا سخونة ولا شيء. عجيب عجيب أصدقائي، ما إليكم ما سوف أقوم به أصدقائي، وإن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون خير. سوف أقوم بتوصيل هذا النقطة هنا مع هذا النقطة هنا، هذا ما سوف أفعله إن شاء الله ولنرى. لاحظوا هنا 12 فولت 8 فولت، أظن بأن الفكرة قد وصلت أصدقائي. سوف أقوم بتوصيل هذا النقطة مع هذا النقطة ونرى أصدقائي، إما المشكل أن يكون من التيكون، وفي هذه الحالة سوف إن كان المشكل من التيكون أعتقد عندما أقوم بهذه العملية أعتقد بأن سوف ألاحظ يعني مكون هنا ترتفع حرارته، هذا بالتأكيد بالتأكيد أصدقائي. وإن كان يعني المشكل من غير التيكون مثلا من هذا المكون فسوف يشتغل التلفاز على ما أعتقد. إذن على نتوكل على الله أصدقائي، وسوف أقوم بهذه العملية كما قلت لكم، أوصل هذه النقطة مع هذه النقطة وإن شاء الله يكون خير. تابعوا معي.
سوف استعمل هذا السلك النحاسي الرقيق يعني لعملية التوصيل، فهذا تحسبا إن كان يعني أي مشكل سوف ينقطع هذا السلك، سوف يعمل يعني يكون دوره مثل الفيوز. إذن كما تلاحظون الآن لقد تمت عملية التوصيل. الآن سوف أتوكل على الله وأقوم بتوصيل التلفاز مع الكهرباء ونرى إن شاء الله يكون خير. إذن بسم الله. إذن 12 فولت الآن، هي سوف نرى التيكون الآن. هي 12 فولت. سوف نرى الفولتيات هنا، نرى هذا المحول هنا، هذا الملف موجود 3 فولت هنا، هنا 12 فولت. عجيب. فأرى هنا 14 فولت موجودة، تبدو بأن فولتيات التيكون فهي جيدة. الآن سوف ألقي بنظرة على التلفاز. والله التلفاز إنه شغال، عجيب. لاحظوا أصدقائي، مشتغل، وحتى هذه المكتفات في التيكون فهي يعني مكتفة غير موجودة، وتلك المكتفات كما ترون فهي انظروا إلى حالها، ومع ذلك التلفاز لقد اشتغل الآن. إذا كما رأيتم أصدقائي لقد يعني عوض 12 فولت كانت موجودة 8 فولت عندما قمت بتوصيلها. لاحظ يوجد لا سخونة ولا شيء، يعني كما رأيتم النتيجة. التلفاز شغال، سأطفئ التلفاز الآن. لقد فهمت الآن أصدقائي ماذا حدث يعني مع التقني أو الشخص الذي اشتغل في هذا التلفاز. لقد اعتقد بأن التيكون يعني سبب هو سبب المشكل، وبدأ يعني يزيل هذه المكتفات يعني ويجرب، اعتقد بأن أحد المكتفات يعني ربما تكون السبب في نقص الفولت هنا. هذا يعني على ما أظن أنه يعني هذا ما حدث أصدقائي. هذا المكون هنا لقد سوف أقوم الآن يعني سوف أقوم الآن بمعرفة، أعتقد بأنه مصفت أصدقائي، أعتقد بأنه مصفت، سوف أتأكد منه، سوف أخذ الرقم وأبحث عنه يعني في الإنترنت، سوف يعني لأراد تشيط لهذا المكون. سوف أحاول التركيز عليه.
على ما أعتقد يعني 48 يعني 01 أ، والرقم التحتاني بي أ 93 يعني 18 على ما أعتقد. المهم سوف أبحث عنه، سوف أبحث عن داتا شيت له، أعرف ما هو هذا المكون أصدقائي لنفهم يعني جيدا هذا المشكل، ونفهم أيضا دور هذا المكون يعني المركب هنا. أصدقائي بعد البحث اتضح بأنه مصفط بي تشانل، ويتحمل في توصيل السورس مع الدران 30 فولت 5 أمبير. لقد بحثت عندي في الورشة ولم أجد يعني مثله، فلهذا سوف أبقي يعني الوضع كما هو لأنني لم أجد يعني بديل له عندي في الورشة. سوف أقوم الآن بعمل يعني مرحلة، وأقوم يعني بالتأكد من عملية. سوف أشعل التلفزيون وأقوم يعني بوضعه على وضع ستاند باي، وأرى إن كانت تلك الـ 12 فولت هل يعني تبقى في وضع ستاند باي أم لا. وأظن أنها يعني لن تبقى، لأن أصلا مصدر الـ 12 فولت فهو الباور سبلاي، والباور سبلاي يعني في وضع ستاند باي فهي يعني تنعدم الفولتيات الكبيرة، تبقى فقط فولتيات ستاند باي 5 فولت. إذن سوف أشعل الآن الريموت، هي إذن هنا 12 فولت. سوف أطفئ الآن التلفاز من الريموت. إذن 12 فولت يعني سنعدم في وضع ستاند باي. سأشعل التلفزيون الآن. السؤال هنا أصدقائي هو لما وضع المصنع هذا المصفط هنا لعملية توصيل 12 فولت من هذه النقطة إلى هذه النقطة، مع العلم أن بوابة هذا المصفط الجيت لهذا المصفط فهو غير متصل مع الكنترول. يعني كما رأيتم عندما أطفئ التلفزيون من الريموت يعني تنعدم هنا 12 فولت. فالسؤال هنا هو لما وضع المصنع هذا؟ كان من الممكن مثلا أن يضع هنا مثلا فيوز، أو يعني يضعه مثلا هكذا مسار يوصل. لما وضع هذا المصفط هنا؟ هذا سؤال أصدقائي، وسوف نجعله يعني نقاش مفتوح. إن عندكم يعني الإجابة عن هذا السؤال يعني علقوا وقولوا يعني سبب وجود هذا المصفط هنا. أنا على ما أعتقد أنه يعني موضوع هنا للحماية، يعني نوع من الحماية يعني على ما أعتقد، على ما أعتقد أصدقائي. فلهذا أصدقائي منكم من يعرف يعني السبب، أنا لقد بحثت يعني عن شيمة أيضا لهذا المادربورد، لعلني أصدقائي أن أتوصل يعني لما موضوع هذا المصفط هنا، ولكن لم أجد يعني شيمة. والأشخاص يعني الدارين بهذا الأمور، أنا متأكد بأن يعني العديد من الأشخاص يعني من يتابعوني فهما يعني عن دراية وعن معرفة تامة بالإلكترونيات، فإن كانوا يعرفوا يعني الجواب فلا يبخلوا به يعني يضعوه في التعليقات. وأنتم أصدقائي إن كانت عندكم يعني أي فكرة أو تساؤل عن هذا الموضوع فشاركونا يعني أراءكم يعني في التعليقات. إذا أصدقائي في هذه الحالة سوف أجعل الوضع كما هو عليه، فقط سوف أقوم يعني باستبدال هذه المكتفات هنا، هذا ما سوف أفعله. أما بالنسبة لهذا المصفط سوف أبقي ذلك السلك، فسوف أبقي على هذا الوضع. لو كان متوفر عندي لاستبدلته هو الآخر، ولكن أعتقد بأن لا ضرر إن أبقينا يعني ذلك السلك. فأصدقائي الآن سوف نجرب الريموت.
إذن أصدقائي الآن نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. وبالمناسبة أصدقائي أعتذر عن تأخري عليكم يعني في نشر الفيديوهات، فهذا يعني بسبب يعني أمور يعني خارجة عن إرادتنا أصدقائي. وأيضا أعتذر يعني في هذا الفيديو، أحس بنفسي بأنني لم أعطي فيه أكثر، ولم أعتذر أصدقائي، وأنا يعني أشعر بالتعب، وهذا ربما سوف يكون ظاهر. المهم أصدقائي، إلى اللقاء في الفيديو المقبل، مع السلامة.